لازم نسأل، وهون اللي عم نحكي انه السبلمنت منا شغلة انه كل حدا في ياخدها وفينا ناخدها على طول والكمية اللي نحنا بدنا اياها. هيدي شغلة في استشارة الطبيب، في فحوصات كاملة بدها تنعمل وعلى أساسها هل نحنا بناخدهم أم لا. هلأ نتيجة هيدا الستادي كلها بنقول انه أولا ممنوع واحد ياخد حتى لو سبلمنت موجود بالفارماسي وبينباع على صحة السلامة، لأنه جارب ياخده وتحسن كتير، تحسن قلبه وتحسنت بشرته. انا بدي اشوف انا شو هن فحوصاتي لاعرف اذا بدي اخذه حسب أملا. كل واحد جسمه طبعا. ومن ميله ثانيه هاي الاستادي بينت انه ولا السيلينيوم نفع اكثر للقلب ولا الفيتامين اي. فاذا عندنا مشاكل بالقلب او خايفين ما يكون عندنا مشاكل، وهون التوجه اكثر عند الرجال، كان الجواب انه في اشياء كثير فينا نعملها، بس الفيتامين اي والسيلينيوم بينوا انه هن ما لهم بوزيتيف افكتس. اوكي لكن لازم ننتبه. لازم ننتبه لها. فهذه كانت خبرية اليوم. هلا الخبرية الثانية هي على الألعاب الأولمبية. في عندي شيء على الألعاب الأولمبية مهضوم في صورته هون. هلا بالألعاب الأولمبية بيروحوا بتعرفي على منطقة معينة، بهول المناطق عندي كم رقم هون مشان هيك حابة أقولهم. عندنا بالمأكولات اللي بتتقدم بهالجمعة تبع الألعاب الأولمبية هي 1.5 مليون وجبة بتتقدم، فعدد كتير كبير. في أشخاص هن رياضيين أثليتس ونحن كتير بنعرفهم بدون ما سمي أسامي، بس واحد منهم بيقول إنه هو بعد ما يخلص الجيم تبعوله بيأكل 50 حبة سوشي. 50 حبة سوشي بالنتيجة هي بتعدل بالطريقة اللي بيأكلها تقريباً 2 كيلو سمك. هون عم بعطي كيف أرقام الرياضيين بيكونوا عم ياخدوها بطريقة معينة. في شخص بيسبح رياضي كتير مهم بيقوله إنه هو أوقات بنهاره بيتوصل ليأكل 12,000 وحدة حرارية. هلأ اللي هو بعد شوي بدي أحكي عنه، هيدا رقم شوي خيالي. ايه شوي خيالي، وحتى المدققين النيوتريشنس عم يحطوا علامة استفهام على كيف هو عم يطلع بهالأرقام. هو 12,000 كالوري 12,000. هلأ كمان هيك بالأرقام إشياء مهضومة. كمان في عنا حدا من الرياضيين هو دايما قبل مبارياته بياكل 16 موزة. فيعني بتشوف الرياضيين عندهم، انا اذا باكل 16 موزة ما فيني اتحرك بعد. هلا او بفوت بنام حبيبي. هو طبعا الموز كرمال البوتاسيوم بيعطيه، فهون حتى ما يصير معه كرامبس وهيك. وكمان بهالجمعة عدد الخبز، القطع الخبز التوست يعني اللي بتتاكل هي 25,000 قطعة بجمعة واحدة، طبعا لانه الرياضيين بيكونوا عم يعملوا كربوهيدرات لودينج قبل ما يفوتوا بالمباريات. حبيت اعطي، حسيتهم ارقام، عم بقرا الارقام شو هول الارقام مهدومة. فحسيت الخبرية مهضومة قبل ما بلش خبريتي اولى. كنت عم شوفك عم خمنت عنا اتصال بقى مشان هيك وقفت. طيب بالألعاب الأولمبية، لكن لا ارجع على موضوع معين. بموضوعي بدي اقول انه هيدول الارقام هن ارقام كتير كبيرة، نحنا مش ضروري نكون عم ناخدهم، ولكن نحنا بدنا نكون عم ناخد الكمية الكافية من البروتينات، الكمية الكافية من الدهنيات ومن النشويات. ونحنا عنا شغلتين، اذا نحنا عم نتمرن، بدي احكي على السكيرز هلا لانه كانت الألعاب الأولمبية كلها لها علاقة بالتلج. صح. الأشخاص اللي هني بيتمرنوا ليرقصوا على السكي بساعة بالتمرين بيكونوا عم يحرقوا تقريبا 500 وحدة حرارية. فإذا هيدا هني وعم يتمرنوا، وقت عم يتمرنوا ساعتين وثلاث ساعات لازم يكون زيادة على أكلهم بالفعل هيدا الكمية اللي هني عم يحرقوها، لأنه إحنا عنا هون مرحلة ممنوع يضعفوا، ممنوع يخف شيء بجسمهم، بالعكس لازم تكون مرحلة ممنوع ينصحوا كمان، وممنوع ينصحوا طبعا. هلا هول الاشخاص اللي هل لازم ياكلوا الكميه يلي بيحرقوها هلا ولا اكثر ولا شوي اقل؟ بهيدي الكميات هلا بعد شوي رح احكي بدنا نطلع على الفات فري ماس. فهي مش بس قديش هن عم يحرقوا او قديش عم يطلع لنا عم يحرقوا، بدنا هي فورمولا بناخذ قديش عندهم الدهنيات اللي هن موجودين بجسمهم بطريقه الفات فري ماس، وعلى اساسها نعطي قديش لازم ياخذوا نشا او بروتينات او غيرها. يعني في كالكول بينعمل طبعا 100%. ف
فهيدي. هلا الشغله الثانيه انه اللي بينزلوا سلوب، يعني هن بتطلع انت بالتلسياج وبتنزل سلوب كمان بالاولمبيك جيمز، هن وعم يتمرنوا بيحرقوا بس 350 وحده حراريه. فالارقام اللي بتسمعوا فيها حرقنا 2000 و3000 وهيك، لا منا هيدي ارقام اوقات كثير كثير كبيره. فكمان هيدي حبيت نوه عليها. هلا الاشخاص اللي هن بيلعبوا مثلا هوكي على التلج، هون كمان بالتمرين كل ساعه بيحرقوا 750 وحدة حرارية. فإذا هون عم تتراوح مثل ما شفنا من 350 ل 750 هيدا بالساعة. سو هون الوحدات الحرارية هي شغلة حبيت أحكي عنها، أنه مش خيالية. الواحد إذا عمل ساعتين سكي ما في يقول حرقت 3000 كالورية، هلأ صار فيني أكل 500 سوشي 50 سوشي 100%. رح ناخد اتصال رندا. يلا صباح الخير رندا. رندا بونجور، تفضلي. أنا بدي أسأل شوية سؤال خارج عن يمكن الموضوع اللي أنتوا عم تحكوا فيه. تفضلي. أنا من النوع اللي كتير بياكل شوكولا بالنهار، يعني ما في وقف أكل شوكولا. قديه يعني بكتير؟ يعني بعد الغداء شوكولا، على العشاء شوكولا، بعد الظهر شوكولا. أوكي. إيه رندا عم نسمعك. شو السؤال؟ وعم جرب يعني أضبط حالي إنه ما أكل كتير حلويات وما عم بقدر. فشو فيكي تنصحيني انه يعني رندا؟ رندا بس بدي اسال شيء. هلا لان انت عم تاكلي هالقد حلويات بس بمقابلهم شو عم تاكلي اكل؟ يعني انت عم تتروقي؟ شخص بيتروق، شو بتتروقي؟ شو بتتغدي؟ شو بتتعشي؟ يمكن عم يكون في شيء غلط بالوقعات الاساسيه وهيدا شيء عم يؤدي لانك تاكلي حلو زياده. في شوي اسمع بالقليله شو بتتروقي؟ حسب، كل مره شيء حليب، كرواسون، كل مره شيء يعني. معقول تتروقي حلو؟ يعني دغري بوقتها توعي على الترويقه بتحبي تاكلي حلو؟ ايه اكيد. اوكي. هلا ما في مشكله، عندك مشكله وزن؟ لا لا. اورايت. هلا طبعا حتى لو ما في مشكله وزن، نحن بنعرف الاكثار من الحلويات هو شغله منا مفيده للجسم. اول نصيحه بدي اعطيها لرندا انه ما تجوع حالها. فاذا نحن دائما لازم نكون عم ناخذ 3 وقعات ووقعتين اساسيه صغار غير الحلو اللي عم تاخده. وتاني شغله، الترويقه ما لازم تكون ترويقه فيها حلو، لانه هون بتجوع، بتكون عم تجوع وبتوطي الانرجي. بعد شوي بصير واحد لي يعلي الانرجي بصير ياكل حلو. فاذا هون الترويقه لازم تكون تحتوي على البروتينات، يعني شقفه الخبز دائما، الخبز اما السيريال حبوب الترويقه لازم يكونوا كاملين ومعهم دائما في بروتينات. فاذا اذا حبوب الترويقه مع حليب مش غلط ابدا، اذا قبعت الخبز مع لبنه او جبنه كمان مش غلط ابدا، لكن ما بده يكون الخبز الابيض. هون ذكرت الكرواسون، كرواسون فيه الطحين الابيض، فهيدا شيء رح يرجع يجوعها حتى لو في دهنيات بقلبه. فاذا هون الترويقه يكون فيها بروتينات هالشيء بيساعد. هلا شرب المي بكميه كمان مضبوطه بالنهار بتساعد كمان ما يكون في هالكريفينج على الحلو. بعدين مثل ما قلنا ما بدنا نجوع حالنا، حتى بالوقت اللي بدنا ناكل فيه حلو، لنقول الحلو بيخطر على بالها بيرجع كل يوم الساعه 5 هيدي هبت. ما تكوني عم تاخذي لنقول شوكولا، رح احكي لوح الشوكولا لحاله، كنا عم ناخذ شقفه لقمه صغيره، لقمه خبزه، 2 توست نحط عليهم شيء معين لنقول نمرغهم بجبنه لبنه. اكزاكتلي. وحتى يكون في شقفه الحلو، هول احسن طرق لنكون نحن عم نعالج حالنا ما انه ناكل كثير حلو. واخر شيء بدي اقوله انه هون في قرار بدنا ناخذه، الحلو هو ما كثير منيح، بدل ما اكله 3 مرات بالنهار اعمله تريت، وتريت تكون مره باليوم. مره باليوم. تكا. كمان أوكي. اتصال. الو 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 صباح الخير، تفضل. بونجور. 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 انا سؤالي بليز، اذا ممكن اعرف اذا كانوا الميكروويف له اثر سلبي على تسخين المأكولات. أوكي. او المي. اوكي ميرسي. كثير اشخاص ستيفاني بتخاف من الميكروويف. هلا انا نحن كبشر من زمان ما كان في مايكروويف، ما كان في نستعمل شيء في اشاعات، وكنا عايشين كثير ماشي حالنا. هلا انا هي شغلتين دائما بدنا نقولها، هل انا في عيش بدونه وكن عم بطبخ الاكل بدونه؟ اكيد فينا نعمل هيك. طيب قديش بحافظ الاكل على نيوترينتس تبعوله، على المواد الغذائيه اذا انا بطبخه؟ انا وقت اطبخ الاكل بطبيعه الحال دائما بنقول المواد الغذائيه عم تخفي، ولكن
ممكن بالمايكروويف المواد الغذائيه ما بتخف. فانا هون اذا بدي قارن تسخين بالمايكروويف سوري او بالغاز، اكيد بالمايكروويف هي بتوفر لنا او بتعطينا اكثر المواد الغذائيه. هلا كمان المي هي نفس الخبريه، بس دائما تسخين المي بالمايكروويف بدنا ننتبه، لانه بمحلات بيكون سخنه المي اكثر من محلات ثانيه، فمنخاف وقتا نحن ناخذ المي نطهرها نكون عم تعمل بابل وهي تفقع فينا. فهيدي الشغله بدنا ننتبه لها. هلا الناحيه الثانيه انه هل الاشعاعات بتاذي؟ انا بالحقيقه كل الستاديز اللي هي معموله الستاديز العلميه بينت لنا انه هالاشعاعات هي منا مأذيه. هلا شو رح يصير بالمستقبل هيدا شيء نحن ما بنعرفه، بس حاليا انا عندي مايكروويف بالبيت بستعمله لسخن، مش اكثر من هيك، بس بتسخين الاكل انا بستعمله. بس ما بتطبخي فيه؟ ما بطبخ فيه لا. اوكي اوكي، فهيدا شيء بيصير يعني علمي. بعد في عندنا دقيقه رندا. طيب بهالدقيقه مع انه في كثير اشياء نحكيها، فاذا هون بكل هالخبريات اللي بنسمعها عن ستيفاني، اهم شيء انه نحن الرياضي لازم ياكل اكل اللي هو الاكل المضبوط لجسمه، اللي هو بيحتوي على البروتينات اللي نحن دائما بنحكي عنها، الدجاج، السمك، اللحمه، البينات بتر، زبده الفستق، وما بعرف اذا ذكرت البيض كمان. ونفس الشيء بنحكي على الاشياء اللي بتحتوي الالياف، الحبوب بالالياف، مثل الشوفان، مثل الخبز، مثل حتى الباستا اللي هي هول. فهولي بده يكون البيس مع خضره وفواكه. هلا في شغله الاتليتس دائما، هلا خبريه مهضومه اولى بالاولمبيك جيم انعملت، كان في كثير تناول او شرب الحليب بالشوكولا. هلا بس شغله، ليش شربوا كثير حليب بالشوكولا؟ لانه تبين انه كميه البوتاسيوم اللي موجوده بالحليب بالشوكولا هي اكثر من كميه البوتاسيوم اللي بيوفرها الانرجي درينك للاشخاص بيشربوه. فاذا هون كمان حلت محل انرجي درينك وعطت طاقه اكثر. في تفاصيل كثير اكثر نحكي على الرياضيين، انا ما بيخلص حديث على الرياضيين. جمعه الجاي بنرجع بنفوت بهالموضوع بطريقه ثانيه. ثانك يو رندا، يا هلا، هاف ا نايس ويكند. مشاهدينا واقفه ومتابعه لايف.